اكتملت جميع الاسماء في البوابات، هنا الاستعداد، مسافه 1400 متر. اذا سيداتي انساتي وسادتي، تتابعون ثاني اشواط هذه الامسيه على كاس المحافظه الجنوبيه على مسافه 1400 متر، سباق توازن من 85 فادنى لعمر 3 سنوات فاكثر مستورد. الصداره تاتينا منذ البدايه هنا مع احد الشعارات، انه شعار سيد جواد مرزوق انفجل الذي يسيطر على هذا الشوط ويطير مع عدنان جعفر محمود جواد في الاشراف. الوصافه تاتينا مع ياليل وبشعار جعفر مرزوق، اشراف جعفر مرزوق اندرو اليوت في القياده. ثالثا الذي يحضر بيسنتو وبشعار المحمديه ريسنج فوزي ناس في الاشراف، جيسون واتسون في القياده. رابعا التدخل والانضمام من قبل المرشح الابرز الذي يتواجد هنا ويبحث عن المنفذ من الجهه الداخليه، انه ون فور جلوري للمحمديه ريسنج ونيل كالن في القياده. نعود للصداره، نعود المتصدر، انه انفجل حتى الان، انه انفجل ابن دارك انجل هو المتصدر، هو الليدر، هو الذي يقود الزمام. ولكن شعار المحمديه الخطير، شعار المحمديه الخطير. هنا بوسنتو ابن اوسيس دريم، ابن اوسيس دريم الذي يسير ويطير الى الانتصار وفوزي ناس في الاشراف والتدريب. جيسون واتسون قياده موفقه، قياده رائعه من هذا البطل. هنا بوسنتو ابن اوسيس دريم ينتصر في ثاني اشواط هذه الامسيه، ويا ليل يكتفي وصيفا والدخول والانضمام من المختار ستار على ما يبدو الذي حضر. نعم شعار العفو ريسنج، المختار ستار حضر في الامتار الاخيره، والحضور كذلك من ترايبل هنتر الذي حضر على ما يبدو في رابع المراكز، وبانتظار لجنة السباق والتحكيم للنتيجة المبدئية. بالفعل بسنتو هو من يغص شريط ثاني اشواط هذه الامسيه، وينضم معي الفارس جيسون واتسون. جيسون، فيرست اوف اول ويل دون، تيك اس ثرو ذا ريس، وات از ذا بلان تو بي فور اولويز فورورد وذ ذا هورس. يس ذاتس رايت، هيز رانينج ستايل اوفر ان انجلاند فور اي جونسون هورتون واز اولويز كوايت ا بروميننت ريسر، سم تايمز ايفن ليد ذا باك. ماي مانج تو جيت ا نايس بوزيشن اند ذا بيس واز جود. He ran a nice race first start over here for us. He was a bit fresh that day, a bit full of beans, but he's, you know, that ran out the way now. It's all put him right, and hopefully see plenty more progression left in him. Yeah, well done. Thank you very much. Thank you. إذا نتابع وياكم صدارة ثانية أشواط الأمسية، بس أنتم كما ذكرنا في المركز الأول وياليل في ثانية المراكز. أما المركز الثالث فكان للمختار ستار للعفو ريسنج، وأخيرا مع فولو صوت في رابع المراكز في هذا الشوط. إذا سنبدأ وإياكم بالشوط الثاني وتتويج بكأس الشوط الثاني تحديدا الذي أقيم لمسافة 1400 متر. إذا هنا نشاهد سمو الشيخ خليفة بن علي آل خليفة محافظ المحافظة الجنوبية يقدم كأس المحافظة إلى سمو الشيخ سلطان الدين بن محمد آل خليفة قائد المحمدية ريسينج، وبحضور ممكن الطاقم الخاص وأصحاب السمو كما نتابع من المحمدية ريسينج. إذا هذه هي الكأس التي تم تخصيصها
لثاني أشواط الأمسية. وهنا نتابع طاقم المحمدية وسمو الشيوخ الذين يتواجدون في التتويج الخاص بالشوط الثاني للمحافظة الجنوبية. إذن